وكالة وفاء التي أيضا عنونت العنوان الرئيسي عن الإضراب الشامل. إذ جاء في وكالة وفاء إضراب شامل يعم محافظات الوطن وأراضي 48 رفضا لقانون القومية العنصري. عم الإضراب الشامل والعام كافة محافظات الوطن وأراضي 48 اليوم الاثنين تنديدا ورفضا لقانون القومية العنصري الذي أقرته الكنيسة الإسرائيلية. وأعلنت القوى الوطنية الإضراب العام والشامل في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتنسيق مع لجنة المتابعة العربية في أراضي 48 احتجاجا على قانون القومية. وعم الإضراب الشامل كافة مناحي الحياة من التجارية والتعليمية والمؤسسات الخاصة والعامة والنقل العام باستثناء القطاع الصحي. وفي موقع بكرة تحدثوا أيضا في العنوان الرئيسي عن فعاليات هذا الصباح: انطلاق فعاليات إحياء الذكرى 18 لانتفاضة القدس والأقصى. هذا وبدأت الفعاليات في عرابي مسقط رأس الشهيد أسيل عاصلي، وستجوب قافلة لجنة المتابعة كافة البلدان التي قدمت خيرة من أبنائها كشهداء خلال اندلاع الانتفاضة الثانية. وعن ما يحدث في القدس: مستوطنون يعتدون على تجار بالقدس واعتقالات ومواجهات بالضفة جاء في موقع عرب 48. بالمناسبة الخبر أيضا كان عنوانا رئيسيا في معظم وسائل الإعلام ليلة أمس وصباح اليوم. وفي تفاصيله: قامت مجموعة من المستوطنين عند منتصف الليل الاعتداء على محال تجارية وشبان وتجار من القدس القديمة خلال مسيرات استفزازية لجماعات الهيكل المزعوم حول أسوار القدس، فيما شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين حملات دهم واعتقالات في المناطق المختلفة في الضفة الغربية المحتلة. وهاجم عشرات المستوطنين المحال التجارية في حي المصرارة قرب باب العمود، ما أسفر عن إصابة 5 شبان بجروح مختلفة، كما وصل المستوطنون بالعربدة والزعرانة والمسيرات الاستفزازية واعتدوا على المواطنين في حي باب الواد وهاجموا المنازل والمحال التجارية وحطموا عشرات المركبات. وعن الأزمة المالية في الأونروا وقطع الولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها الأموال في محاولة تصفية قضية اللاجئين جاء الخبر التالي من شبكة أجيال الإذاعية: إسبانيا تعلن عن دعم مالي إضافي للأونروا. أعلن وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتعاون الإسباني عن تبرعات إضافية تصل إلى 118 مليون دولار للمساهمة في سد عجز ميزانية الوكالة. بالمناسبة أيضا جاء في تفاصيل هذا الخبر بأن الوكالة تعاني من أزمة مالية خانقة، المراكز الصحية في خطر، المساعدات المالية والتغذية في خطر، وكذلك المدارس في خطر الإغلاق. وهذه المساعدات تعتبر محاولة ضد محاولة ترامب لتصفية قضية اللاجئين عن طريق تصفية الأونروا. في الأونروا مسجل 7 ملايين لاجئ، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تقول هم 40 ألف فقط، الأمر الذي تحدث عنه بغضب ورفض السيد الرئيس محمود عباس في خطابه أمام الأمم المتحدة الجمعية العامة أول أمس. أيضا في الصحافة العبرية كان هنالك اهتمام لمسألة الإضراب العام، ولكن فقط في صحيفة أرز تحدثوا عن ذلك التي تميل إلى اليسارية. في المجتمع العربي يحيون الذكرى 18 لإحياء هبة أكتوبر 2000 كما جاء. وقالت لجنة المتابعة العربية في بيان إن الإضراب يشمل النظام التعليمي وجاء احتجاجا على قانون القومية العنصري. الإضراب يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة. وأخيرا في واينت: العثور على بالون حارق في مودعين دون وقوع إصابات. البالون وقع في منطقة جلعاد في المدينة، اشتبه فيه الناس، أتت الشرطة وفككت الجسم المشبوه دون إصابات، ولكن الشرطة تحذر وتدعو الناس لمراقبة السماء من هذه الأجسام التي قد تحرق المناطق.